همو چوار سال جاری خو من آماده اکین بو هلب جارد نکانی عراق سالانی که زور گرم و گوری پیو دیار بو 24 ساعته ایش انتخابات معنی کرد اما مانگه همو ایش یک من را اگر بز ایش انتخابات معنی کرد بز براستی ام جاره زور سر دو سری پیو دیاره یعنی تقریبا علی تصور که لسا هشتای وستاوا زور بس هر دو سری رو بر ریوه بالنسبة لهذا السنة بالانتخابات الشغل كلش قليل والمطابع شغلهم كلش قليل تقريبا 60% شغل نازل وشغل كلش قليل أعتقد النسبة الفلوس القليل بالنسبة للأحزاب والمرشحين بالانتخابات وشغلنا كلش قليل يعني هذا الظروف الناس مو مرتاحين ما أدري يعني السبب شنو قبل يعني 24 ساعة إحنا نطبع ونشتغل المرشحين والانتخابات وكل بس هسه الشغل الإعلانات والمطابع والانتخابات يعني كلش قليل وماكو لحد الآن إحنا تقريبا 350 متر طبعنا كلش قليل وكلش ماكو يعني أعتقد بأن هناك فتور لدى الجماهير هناك رفض لدى الجماهير لآلية الانتخابات للأحزاب القوى السياسية
يعني لأنها يعني كل انتخابات كل ما تتجدد مرحلة الانتخابات تأتي الوعود والشعارات الكبيرة ولكننا لا نجد تنفيذا لها وتطبيقا لها على أرض الواقع. هذا سبب، والسبب الآخر مرده إلى قانون الانتخابات، القانون الذي صاغه مجلس النواب العراقي خلال السنوات السابقة، أعتقد بأنه لا يلبي طموحات الجماهير بالنتيجة لأنه اعتمد الترشيح الفردي، وتمكنت بعض الأحزاب والقوى السياسية أن تتلاعب على هذا القانون لتتمكن من طرح مرشحيها بآلية وشكل آخر. لذا أعتقد بأن الجماهير وعوا إلى هذا الأمر، وهم يدركون بأن مخرجات الانتخابات وإن كانت الشعارات كبيرة فإن النتائج لن تكون بالمستوى المطلوب. أنا